انا طالبه من كليه الاداب والعلوم الانسانيه ديال بنزيد، جينا حتى لهنايا حتى الحي الحسني الاكاديميه باش نحتجوا على القرار اللي خرج الوزير. اللي ما قرر ما والو، ما عنده شهاده لا سات لا راس، كما بغينا نقول واحد عنده شهاده عالقه جالس في الدار، التعليم رشي القرار اللي خرج دابا للتعليم والو، ما عنده حتى شي هدف. واحد عنده شهاده كيقرا فيها شي 15 عام ولا 16 عام وعنده شهاده حاصل عليها وحط حداها في الدار وجلس، هادشي ماشي قانون. خاصنا نناضلو مع اخواننا اللي ما ماشي في صالحهم كاع، هاد القرار ماشي في صالحهم، خاصنا نناضلو معاهم وتيتحققوا لهم المطالب ديالهم. ونبقاو نناضلو، جينا نهار 2 ونهار 3 واليوم غنبقاو ديما نناضلو تيتحققوا المطالب ديال الناس اللي مظلومين في هاد القرار. ولا ما تحققوش هاد المطالب غنبقاو نحتجو، باش نقراو ونحطو حدانا اجازة نحطو حدانا في الدار، شغنديرو فيها؟ خاصنا ضروري نعرفو علاش حنايا كنقراو اول حاجة، وما يأثر الوزير اللي دير هاد القرار ولادو قارين مزيان، قراو في احسن المدارس وحنايا ظالمين في المدارس ديال العموميه اول حاجه، وثاني حاجه القرارات اللي ما عندهم حتى شي هدف كيبقاو يخرجوا وما عرفتش علاش. انا علي صوتك مخبي، وعلي صوتك مخبي، والوزاره فضحها ربي، والوزاره فضحها ربي. حسن النقاب حاصل على شهاده الماستر في كليه القاضي عياض مراكش. السؤال ديالك، حنا جينا هنايا على الانسان اللي فات 30 سنه، اذا واش هل انتهت مده الصلاحيه ديالو؟ واش غادي يخرج انه يشفر ولا انه اشنو؟ مثلا حنا كنشوفوا الطموح ديال الشاب المغربي انه تيبدا يكبر، ملي كيوصل 30 سنه كيفكر انه يكون مستقبله، انه يتزوج، اذا هذا كنضربوا دائما في الفئات الاجتماعيه، وهذا القرار جاء ليهمش مجموعه من الفئات الكبرى، خصوصا ان الشباب المثقف يعني السن ديالو كتراوح ما بين 28 سنه فما فوق. اذا هاد القرارات اللي جا بها السي شكيب بن موسى هي قرارات عشوائيه، قرارات لا تمت بالصله بسياسه تشبيبيه، وانما فقط للتحريض وكذلك للاحتقان السياسي. وكنشوفوا الان غلاء في الاسعار بالاضافه لهذه القرارات هذه اللي غادي تخلي واحد الامه ديال البشر غتخرج للشارع، وغادي يكون احتقان كبير، وغادي يكون واحد الاندفاع، واحد الانتحار ديال الشباب. وكيف ما شفنا ان بعض الشباب اللي كيلحق، انا عندي نماذج الناس وصلت 31 سنه انتحرت، علاش؟ لانهم شافوا هذا القرار. لان اول حاجه خاص الانسان يشوفها ان الانسان اللي كيدير 30 سنه كيفكر في مستقبله، وحنا لا نقدر نقول لك مازال ما وصلناش هذاك السن، وانما غادي ندافع على المدرسه الوطنيه. الفساد حتى الريحه، والفساد حتى الريحه، والفساد حتى الريحه. معكم الطالب محمد بن احمد، الفصل الاول من سنه الدراسه الاسلاميه لكليه التنسيق سيد عثمان. نشكر هذه الصحافه المغربيه اللي جات باش تنشر يعني هذه الوقفات الاحتجاجيه التي وقفها الطلبه والطالبات لاجل هذا القرار المجحف، حقيقه مجحف واقصائي يعني تجاه الطلبه والطالبات، لا للانتقاء، لا لتحديد السن، وكذلك ميزه البكالوريا، وكذلك ميزه الاجازه الاساسيه. هذا هو قرار اقصائي تجاه الطلبه والطالبات من طرف الوزاره التربيه والتعليم. هذه وقفه تضامنيه، ونحن نتضامن مع الاخوه الطلبه والطالبات على سن 49 سنه، وما تهمنيش انا هذا الشيء كاع، ولكن اتضامن مع الاخوه ديالنا الطلبه والطالبات هذه الوقفه اللي هي حق مشروع ودستوري في ان شاء الله تعالى نصل الحليف ديالهم ان شاء الله تعالى، لان الحق هو ينتزع ويؤخذ ولا يعطى صراحه.